وقول لا إله إلا الله، وكبر ربنا، كبره في قلبك قوي، وعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه هو الفاعل في الكون، الملك له والكون له، ولا يكون في أرضه ولا ملكه إلا ما يريد هو. عيش الباقيات الصالحات واملأ قلبك بالخير وانتظر الفتح الكبير. بعد ما خلص من فضلك ابدأ تاني، اذكر، كمل، خد التلت ساعة وانوي تكمل الباقيات الصالحات بعد رمضان، وعيش التجربة الحلوة دي، هتحلو حياتك وتحلو صلاتك ويحلو رمضان، هيبقى أحلى رمضان في حياتك. يلا نعيش بعد ما نخلص ونكمل ذكر الباقيات الصالحات.